لسيادة نهج الغاية تبرر الوسيلة في حياتنا. هذا موضوع مهم جدا نرجع نلتفت كلنا إليه. نحن الآن صار نهج الغاية تبرر الوسيلة نهج سائد في حياتنا، وهذا لابد أن يدرس في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كيف؟ أنا أعطي مثال، مثالين متعاكسين. قد تكون هناك غايات نبيلة وشريفة، ولكن نجد أن العلماء أو المصلحين أو المتدينين ما شيء سأعبر يستخدمون وسائل شريفة وغير شريفة لتحقيق هذه الغايات النبيلة. مثلا في مواجهة ظواهر البدع حسب التسمية الإسلامية أو الدينية، أو ظواهر الهرطقة بحسب التسمية المسيحية كما تسمى، نحن نجد أن الأكثر تدينا يستخدمون وسائل الكذب المشرعنة. أنا أقول غير المشرعنة، نتهم الناس في أخلاقها، نقول الكذب والخداع والغيبة والبهتان، حتى الكذبة لمواجهة أي فكرة أو تيار أو شخص أو حركة يعتقدون بأنها في الداخل الإسلامي يعتقدون أو في الخارج حتى يعتقدون بأنها ليست لصالح الدين، ويضعون لذلك مبررات شرعية. عندنا روايات رواية هي العمدة في جواز البهتان في حق أصحاب البدعة، تخترع عليهم كذبة حتى تخلي الناس يتركوهم ويذروهم. هذه وسائل كذب وخداع وتضليل وتحايل وبهتان وغيبة وما شاء الله، لا لم نسمع بها فقط بل رأيناها في حياتنا كلنا. هذا من جهة، وهذه أيضا أمر مبني على المنكر، وشكل أشكال أمر مبني على المنكر تستخدم معه مثل هذه الوسائل. من جهة أخرى يحظر استخدام الوسائل الإعلامية، يعني بقدر ما نحن نشرعن الكذب والتحايل والخداع والغيبة والبهتان والتسقيط، نحظر استعمال الوسائل الإعلامية بوصفها وسيلة لأمر علماء الدين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ممنوع، يعني ممنوع تستخدم أنت أي وسيلة إعلامية حتى تأمر العلماء الدين بالمعروف. نعم هم بشر من هالبشر، يجب أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. يحق لك استخدام وسيلة إعلامية لأمر جماعة بالأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لكن في المقابل لا يحق لك أن تستخدم وسيلة إعلامية لأمر علماء الدين كمثال عن ناطق نعم تأمرهم بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر. يعني إذا مرجع أو إذا فقيه أو إذا عالم أو إذا شيخ أو إذا مجموعة من المشايخ من أصاغر المشايخ ليس من الضرورة من أكابرين، أن تستخدم أنت الوسائل الإعلامية اللي هي وسائل تستخدم في باقي مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي تصوب حركتهم، هذا جريمة يعاقب عليها القانون تارة والعرف تارة أخرى. حتى أننا نجد بعض النظريات الحنبلية واللي مع الأسف سرت إلى الفقه الشيعي في الفترة المتأخرة، بعض النظريات الحنبلية اللي هي الآن سائدة في الفكر السلفي يعني الحاكم تقريبا في المملكة العربية السعودية وما شابه ذلك، تحظر أن يؤمر الحاكم بالمعروف وينهى عن المنكر إلا بالسر. ما بيجوز شرعا تؤمر وتنهى إلا سرا وعبر الطرق الأطر والقنوات الداخلية الرسمية السرية. وهذه نظرية حنبلية يتبناها اليوم كبار فقهاء المذهب السلفي في المملكة العربية السعودية، ومع الأسف دخلت أيضا إلى بلادنا وإلى مجتمعاتنا الشيعية أيضا، وصار أيضا الحاكم أو عالم الدين أو الفقيه ممنوع أن أصوب حركته إلا بطريقة سرية عبر قنوات خاصة بورقة تكتبها وتبعثها، وهذه الطريقة الوحيدة التي تأمره فيها بالمعروف وتنافي عن المنكر. في المقابل أنا الأشخاص الآخرين أستخدم كل وسائل الشريفة وغير الشريفة لأمره بالمعروف عن المنكر، أما لما تأتي إلى شريحة خاصة في المجتمع أخرى واللي هي شريحة علماء شريحتنا نحن، يعني حتى لا نخش لبعيد، يعني نحن تحضر جميع الوسائل الشريفة لأمر هؤلاء بالمعروف والنهي عن المنكر، في شيء من الفوضى في عالم التطبيق. هل هذه الصورة صحيحة شرعا؟ هل فعلا في عندنا بالدين مثل هذا التمييز الثنائي؟ هل فعلا عند بهتان يجوز مباهتة شخص في ذلك الجانب وتأجيل أمر شخص بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجانب؟ في عندنا مفاهيم من هذا النوع أو ما في عندنا مفاهيم؟ هذا كله يفرض علينا أن نبحث هذه الموضوعات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه تكرست أساليب في وعينا نتيجة غياب البحث الفقهي وصار جزء من ثقافتنا. طبعا لابد من هنا من استدراك
نحن لا نشك ولا نرتاب في أن هناك دائما، وهذه حيوية الفقه الإسلامي، في أن هناك دائما عناوين طارئة في الزمان والمكان، هذا شيء واضح. ولا نشك ولا نرتاب أيضا، هذه الكبرى على الصورة، ولا نشك ولا نرتاب في أن أمتنا الإسلامية اليوم هي في وضع استثنائي، هي في غرفة عمليات مركزة، والصغير والكبير يترصد لها، والصغير والكبير يتآمر عليها. هذا كله نحن لا نناقش فيه، نؤمن أحيانا بطرو بعض عناوين الثانوية هنا وهناك في هذا المورد أو ذاك، لكن ذلك لا يبرر إطلاق حالة التمييز المذكور بين الناس. هذه حالة التمييز تكرس، هذه الحالة التمييز تكرس نظم طبقية ما معلوم أن الإسلام يؤمن بها أصلا. بدأ كلام كثير حتى نثبت أن الإسلام يؤمن بهذه النظم الطبقية، وربما لا تكون سوى أسماء سميناها نحن وأباؤنا من قبل، وصار فلان في حصانة على أمره وأنهاه عن المنكر. الآن خلينا نفر أمثلة بسيطة، ما بعرف إذا أبو ذر الغفاري لو كان حيا الآن لكان يقبل بهذه الأمثلة نحن عم نطرحها أو لا، كما نحن الصورة التي موجودة في ذهننا عن أبو ذر الغفاري. يستطيع واحد من العوام الآن لو عجز عن أن يؤثر على عالم الدين في السر أن يقف في الحسين